معا مع سميرة على راديو دزام. يومكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل وتمع لنهار اليوم. تكلمنا البارح على لو غرينوتاج، ولا هذاك المقلي سنبقاو نلمقوا ما بين الوجبات. كيف ما شرح له سنابي العياشي، عرف لو غرينوتاج بأنه تناكلو في أوقات خارج الوجبات وتناكلو وحنا ماشي بالضرورة جعانين. تكلمنا على سكون بو مونجي، تهضرنا على العادات والتقاليد ديالنا في الحومات المغربية، واللي الدراري الصغار كانوا تيبيعوا فيها الشامية، وشنا هذيك السمية الأخرى؟ كارانتيكا. كارانتيكا سي رشيد عرفها وقيلا ياك المخرج تبرى منك. ألوغ شوف، كاينة حيت كاينة كيرين وكاينة كالينتي وكاينة كارانتيكا وكاينة الشامية. ما كاينة الشامية، لا هادو دابا تقريبا الميم كومبوزيسيون ديالهم. دابا غير الشامية تتكون سميد كيرين كاينة في وجدة، كالينتي كاينة في الشمال، وكارانتيكا كارانتيكا حنا كتعدنا في الرباط. غير كارانتيكا حنا ما كناش ناكلوها مع الخبز، حيت كيرين تدار في وسط الكومير، هادي تتكون قاصحة. بعد سميد الكومير شحال قديمة عرفتي. ما تكلمناش البارح على واحد الحاجة واحدة أخرى من غير التسميات اللي قلتي والشامية، كان وغلالة طبعا كانوا تيبيعوها الدراري الصغار، كان بيروري. يلا عاد تعرف بيروري ولا لا؟ حملو من لا تماما، وماشي احسن من حوايج واحد اخرين. بيان سور تفاحه، راه تفاحه تنديرو فيها شويه السكر. سي با غاف، سي با غاف، ولكن سا غيست اون بوم. بيان سور اون بوم، حاجه طبيعيه. نمشيو الموضوع، نمشيو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم هو الخبز. نعم، ما عندنا غنى عليه. كلشي المغاربه تاكلوا الخبز، فلا بد ناكلوه مزيان، لكن لا بد يكون في الوجبات ديالنا على الاقل نتاكدوا من الجوده ديال هذا الخبز. انا وليت نشوف الخبز الابيض وليت نحمر لي عينيا بليتين يا سيني بالعياشي. فمن البديهيات اننا نبتعدوا على الخبز الابيض. تو سكي فارين بلانش قلناها وعاودناها، خاصنا الخبز الكامل. خبز الشعير، خبز بالزرارع، بالنخاله، لما لا. نرجعوا ونذكروا المستمعين الكرام بالاهميه ديال الخبز، لان ولات موضه كذلك وحنا في العصر ديال الموضه. اننا ناكلوا وجبات بدون خبز او نستغنيو تماما عن الخبز لانه تيغلظ. شوف انا مبلين بالملحون بزاف، وسي تشولالي الله يرحمه تيقول لك الخبز هو الخبز، الخبز هو اللي فاده، وبلا خبز ما تكون لا صلاه ولا عباده. ايه كاع حيت الا ما كانش الكرش عامره ما يمكن لك دير حتى شي حاجه اخرى. فالناس اللي تيحيدوا الخبز من دابا، انا علاش هذا الموضوع هذا علاش مهم نهضروا عليه؟ حيت واحد الضجه نايضه دابا الان عالميا، وخصوصا في امريكا، تيهضروا على انهم بغاو يحيدوا الخبز باش يحيدوا الجلوتين من الماكله. وصبحوا بعض المشاهير في عالم السينما ولا في الرياضات يقول لك حنا تنديروا سون جلوتين الى اخره. وللاسف ان كما قلت هذا الجانب الموضه، للاسف الجانب اللي هو تيأثر بعض الاحيان، وصبحوا الناس ما تياكلوش الخبز بتهمه ان الخبز تيغلط. وهذا خطا، هذا خطا، لان الخبز ماشي هو اللي تيغلط. طبيعه الحال غيغلط الا كليتي كميه كبيره من الخبز. الا كليتي واحد 500 غرام في النهار ولا واحد 600 غرام في النهار، ولكن الا خديتي 100 غرام في النهار ولا 200 غرام في النهار ما غاديش يغلط ديك الخبز. 100 غرام 200 غرام هي شنو؟ هي خبزه ديال 24 ريال فيها 200 غرام. هذيك ديال السميده هذيك تكفيك في النهار ولا ما تكفيكش؟ تنظن انها تكفي. ياك كافيه، نزيدو حنا كاع خبزه ونص. ونص يلا، نص باش نديرو نص في الغدا نص في العشاء. ما غاديش الوغ هذيك خبزه ونص يلا غتجيب لك 300 سعره حراريه في النهار. في حين ان دائما باش نقارن 100 غرام ديال البطاطا مقليه شحال فيها؟ 500 سعره حراريه. ف 100 غرام ديال الخبز، اولا الفوائد ديالو بطبيعه الحال، انا تنهضر على الخبز الكامل، ما تنهضرش على الخبز الابيض، تنهضر على الخبز الطحين كيف ما قلتي سميره. هذاك النهار يمكن نديرو في مسمن ولا نديرو فيها هذا بغريب، ماشي مشكل، ولا نعاونو به في العجينه باش تجينا سهله. ممكن ممكن. فتنهضر على الخبز الكامل ولا الخبز يعني ديال الشعير. فاذا كان عندنا نظام غذائي طبيعي متوازن، راه الخبز باش نبين الساده المسلمين واحد المساله باش يفهموها مزيان، راه تيولي الخبز حتى هو تيدخل في الخانه ديال الاغذيه المضاده للسرطان. لان هذه ديما تنبغي نرجع ليها باش ما يبقاش عندهم في بالهم، يبقاو يسمعوا ديك الاغذيه المضاده للسرطان في الانترنت ويجيهم راه شي حاجه غريبه. جميع الاغذيه الطبيعيه بدون استثناء مضاده للسرطان. الخبز حتى هو يقي من السمنه، الخبز حتى هو تيهبط الكوليسترول. ولكن الا كان عندي الخبز مقاد بشكل مزيان، بشكل جيد، خصوصا لزدنا عليه الخميره البلديه، لان الخبز فيه مجموعه ديال الفيتامينات. فالخبز حرام تضيع بالخميره الروميه. فالخبز مثلا فيه الفيتامينات ديال المجموعه باء، فيه مغنيسيوم، فيه فوسفور، فيه بوتاسيوم، فيه نسبه لا باس بها من الكالسيوم، فيه بروتينات كذلك نباتيه، فيه نشويات. الوغ هاد النشويات هادو حيت علاش؟ شوف لا سميره، نقول لك واحد المساله.
هي كاين واحد النقطه اللي خص الناس يفهموها. هي تتبقى تيقول لك الهضره بزاف والسكت حسن. فلان شحال من واحد تيبقى تتقول اودي هذاك السيد مثلا راه الخبز تيدير خايب 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 وراه هو تيدير زوين. بحال واحد الانسان تتكون شاك فيه شي شكاليه خايبه وتيجي تيجيب لك البرهان سيغ بلاص يحطو لك بين يديك. فنفس الشيء فالخبز يعتبر بين الاغذيه اللي هي اغذيه مهمه اللي هي اغذيه ضروريه اللي كفانا باش اننا نبقاو نتهموا بها. شنو هو الدليل والبرهان؟ الدليل والبرهان هو ان الخبز اولا هو السبب الاول بين هو النقطه الاولى اللي غتساعدنا باش ما نجوعوش باش ما ناكلوش باش ما يكونش عندنا الغرينيوطاج اللي درنا عليه البارح. باش نتفاداو الغرينيوطاج خاصنا الخبز في الفطور والخبز في الغداء ولما لا حتى في العشاء. بطبيعه الحال ممكن نعوضوه بامور اخرى، ممكن نعوضوه بالرز نشويات، الرز ممكن نعوضوه بالعدس، ممكن نعوضوه بالمسمن، ممكن نعوضوه بغرير ماشي مشكل، ولكن نشويات. هنا تنركز على الخبز. فالتناول ديال الخبز يمنعني من الغرينيوطاج. هذاك الشيء اللي غناكل في الخبز ديال 100 سعره حراريه ولا 200 سعره حراريه راه نقدر نجيب كثار منه من النشويات الاخرى اللي ولا من الامور الاخرى اللي غادي ناخذ في الغرينيوطاج. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الخبز يعتبر مصدر مهم كيف ما قلت اولا ديال البروتينات وديال الفيتامينات الاخرى. فملي تناخذ 100 غرام ديال الخبز وتناخذ معاه مريقه ولا تناخذ معاه طاجين، وسواء كان خبز لان حتى بالنسبه للناس مثلا ما فيها باس، الناس اللي تيعجنوا مره بغاو يمشيو للبولونجري يشريو خبيزه ديال الشعير ماشي مشكل، لان كاين اللي تيسحب له تنهضروا تيقول لك لا خصني 100 ضروري نعجن السيمانه كامله. لا سيدي ماشي مشكل. لا سمح الله، ولاو تيبدعوا لي باتيسري ولي بولونجري ماشي مشكل. بغيتي تمشي تشري خبيزه ديال الشعير وتدخل ما عندناش مشكله سيدي، سير سيدي شري ديك الخبيزه، غير بطبيعه الحال خصني نعرف منين تنشريها، ما يكونش خبز زايدين فيه السكر، ما يكونش خبز مثلا ما معجوش بطريقه مزيانه، وهاد الاماكن معروفه ديال الاماكن اللي تتبيع الخبز مزيان. فالتناول ديال الخبز كما قلت مساله اللي هي مهمه، مساله اللي هي ضروريه، غير ما يكونش الخبز الابيض، لان الخبز الابيض ما فيه حتى شي حاجه من هادشي اللي ذكرنا الان. كل ما هو فيتامينات واملاح معدنيه ما كاينش في الخبز الابيض. سعرات خاليه تقدروا ندخلوا في الخانه ديال السعرات الخاليه. تبارك الله عليك سميره. شيء الخبز الابيض هو تنقدروا نفقدوا حتى 100% ديال بعض الفيتامينات وبعض الاملاح المعدنيه اللي تتمشي. فهذاك الخبز اللي الخبز الاسمر او لا الخبز ديال الشعير فيه الياف غذائيه. اولا غادي ينفعني باش ما يكونش عندي غرينيوطاج، ثانيا فيه الياف غذائيه غتخلصني من الكوليسترول اللي زايد وغتساعدني باش نقص في الوزن. ثالثا مصدر مهم ما تيغلطش، راه هذه النقطه اللي خاص الناس يفهموا. راه اللي تيغلط هو انا قلت لك اللي غناخذ 6 الخبزات في النهار، هنا بطبيعه الحال غيقدر يدي زياده في الوزن، وهذا ماشي غير الخبز، راه الا كليت 4 كيلو ديال البنات راه غادي يدي زياده في الوزن. ولكن بالعكس الخبز حنا تنعتمدوا عليه في الحميات لانقاص الوزن. راه ملي تيجي عندك الشخص يقول لك بغيت نضعف، اول حاجه تيدير شنو هي؟ تقول لك حيد الخبز. ولكن راه زدت في الوزن سي نورمال غادي تزيد. حيد المقليات، حيد السكريات، ولكن الخبز لا. الوغ تيحيد الخبز في الفطور ما تياخذوش، مع العشره تيجي هذاك لو كخو اللي هضرتي عليه، ما تيلقى ما يدير تيمشي ياخذ شي حاجه حلوه ولا شي حاجه اللي فيها السكريات اللي فيها الطاقه اكثر من داك الشيء اللي كاين في الخبز. دابا هنا فين كاين المشكل. نقطه اخرى اللي هي مهمه هو ان كاين بعض الناس تيبغيو خصوصا في الفطور تيبغيو ياخذوا الخبز ميبس ولا محمص ولا مقرمل ولا مشوي. الو خصوصا بالنسبه للناس المصابين بداء السكري ما خصهمش يديروا هذه المساله، لان ملي تنشويو الخبز ولا تنحمصوا ولا تنحمروا على حسب المناطق، فاشنو تنديروا؟ تنحيدوا منه الماء، وبالتالي تيولي تنركزوا السكر فيه. اولا تيولي التركيز السكر زايد، ثانيا الا كنت عاده تناخذ 100 غرام ديال الخبز عادي تنشبع، الخبز ميبس يخصني 200 غرام. حيت الديد ما تيشبعش فهنا الناس اللي تيديروا حميات الانقاص في الوزن ولا الناس اللي عندهم اصابه بداء السكري ما ياخذوش الخبز محمص، ياخذوا الخبز عادي. انا تنصحهم فاش يكونوا طيبوا الخبز لكن غيصوبوه في الدار يعني يقرصوه مزيان، ما يبقاش من فوق بزاف، فوالا ما يتنفخش بزاف باش ما يجيش فيه البضعه بزاف، فوالا ما تكونش فيه البضعه بزاف، وبالتالي ما يحتاجوش يحمصوا، تيجي شويه قاصح شويه مقرمل. سي فغي. والخبز سيغتو الا زدنا فيه يعني كيف ما الخبز اللي الخبيزه اللي جبتي لنا ذاك النهار، الا زدنا فيه شويه الكمون، زدنا فيه شويه الزنجلان، غادي نعطيهم الوصفه ما تخافش. غنحيدوا الملحه، لان الدراسه المغربيه بينات باش نختم بها هو ان المغاربه تيستهلكوا الملحه بشكل كبير، واكثر من 50% ديال الملحه اللي تيستهلكوا المغاربه جايه من الخبز. هذا ما تيعنيش ان خصنا نحيدوا الخبز، يعني خصنا نقصوا الملحه. نقصوا من الملحه، الطريقه باش نقصوا من الملحه هي اننا نعوضوها بالزرارع. الزرارع انا نعطيكم الوصفه ديال الخبز ديالي ديال الدار شنو تندير فيه. مقدار يعني مقدار يا اما زلافه، عندي واحد زلافه كبيره تندير جوج زلايف ديال الحرش ديال القمح بالنخاله ديالو، جوج زلايف ديال الشعير، دقيق ديال الشعير، وزلافه وحده ديال الطحين فورس ماشي مشكل ياك. ماشي مشكل، بطبيعه الحال انا غنخلطو جوج ديال الشعير، جوج ديال القمح، في وحده ديال الفورس، تنجمعهم وتندير عليهم واحد الخليط ديرها في بواطون. تبارك الله. والله باش نجمعو تنلوح دغيا في هذا. تندير فيهم السانوج، زريت كتان، الكمون،
وزنجلان. تبارك الله عليك. هذا الخليط تناخذ واحد الحفنه تنلوحوا عليه. ولكن هذيك الخبيزه اللي في يدك نهار سميره راه فيها هذا الشيء تتعجن وتدير الكميه كبيره تقدروا خليوه في الكونجيلاتور لذيذ جدا بعد هذيك ريحه الكمون. قلت لك انا الخطا اللي كنت ندير كنت الكمون غبره وتنقول علاش ما تيجيش زوين هو خاصو يكون حبوب باش يطلق هذيك الريحه ديالو. دونك لذيذ بزاف. يا ريت نرجعوا العادات ديال الوصله ديال فينا يا الوصله ديال ما كاينش الفران. شنو الفران تيقلع على الوصله ديال الناس؟ ما عرفتش الغريب. المهم نطيبوا الخبز في الدار ماشي مشكل، غير المهم يكون خبز ديال الدار. واشاره فقط وحده ان الفران ديال الضو تيبقى احسن من الفران ديال الغاز، لان دائما الغاز تيتسرب الخبز. هذه باش غادي نختموا الحلقه ديال شكرا لسميرة. كل وقت مع لي نهار اليوم نتلاقاو غدا ان شاء الله دائما بمعيه سينا بالعيشي طبعا سميرة. الى اللقاء.